من المتوقع أن يحقق رئيس مصر عبد الفتاح السيسي الفوز في الانتخابات التي استمرت 3 أيام، فيما أشارت بعض محطات التلفزيون إلى أن السيسي قد يحصل على 95% أو أكثر من الأصوات. فالوقت نفسه قال البعض أنهم حصلوا على مدفوعات أو مواد أخرى مقابل الإدلاء بأصواتهم، فيما يرى مراقبون أنه لا يوجد من ينافس السيسي تقريبا، وإن منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى هو أحد داعميه وهو مرشح زائف.